اهلا بيكم وحلقه جديده ومين فينا. النهارده معانا نجمه جميله ومتالقه دائما، النجمه سمية الخشاب. مساء الخير يا سمية. مساء النور، كل سنه وانتي طيبه. وانتوا طيبين، نورانا. سمية، احنا هدف برنامجنا ان احنا نعرف سمية الانسانه، هتسمح لنا بده؟ اتفضلي. جاهزه يعني؟ جاهزه. جاهزه. الصور اللي حواليكي، قولي لي صوره لفتت نظرك اول ما دخلتي. ده الراجل اللي ساقط في بدلته ده؟ اه، لذيذ قوي. قولي لي، طب ادت لك احساس بايه؟ اللي هو الراجل المراقبه ده. يعني الحد قاعد بيراقب حد مترقب لحاجه، أو ممكن تديكي احساس تاني انه خايف. ما هو خايف، احساس من الخوف لانه راسه في وسط هدومه. مظبوط. فممكن يديكي احساس يعني انه مش جريء. رقبته بقت قد السمسمه. قد السمسمه. مظبوط. وحواجبه بيضته. سمية، بصي على السكرين كده، قولي لي الصوره دي ادت لك احساس بايه؟ يمكن شخصيتين جوه النفس البشريه، يمكن تناقض، يمكن اتنين زعلانين من بعض. صح، مظبوط. يعني مزبوط. يمكن اتنين مختلفين في الرأي. هو ده التناقض فعلا. اللي موجود في النفس البشرية. انت عارفة ان كل واحد فينا فيه اكتر من تركيبة او اكتر من شخصية؟ اكيد كل نفس بشرية فيها الخير وفيها الشر، بس ما حدش دايما بيقول ده. دايما ما حدش بيكون واضح او صريح مع نفسه او قدام الاخرين، يقولك انا طيبة جدا، ما عرفش ليه بيحصل لي كده، او انه انا لا انا شريره، انا مش عارفه ايه. وممكن يكون اللي بيتكلم ده حد طيب جدا او حد متسامح جدا. انت عارفه ان احنا ما عندناش صراحه مع نفسنا؟ لا خالص. انا بعمل حاجه كده، الفيلم اللي انا بعمله بيتكلم عن الموضوع ده، التناقض في جوه النفس البشريه، يعني التركيبه النفس البشريه الواحده، جواها الخير وجواها الشر، ومحدش بيعترف، محدش بيقول انا جوايا خير وجوايا شر. عارفه يعني ايه باراسايكولوجي؟ قولي لي. طيب، هو علم كبير جزء منه تحليل الشخصية من خلال ملامحها. معانا دكتورة مشيرة خبيرة الباراسايكولوجي، شافت طبعا سمية الخشاب وعرفها كويس قوي، ومن صورتك ومن ملامحك قدرت تقول بعض الصفات عنك، تحبي تسمعيها؟ يا ريت. طيب. حب المرح والفكاهة وكره الاكتئاب. بحبش الاكتئاب، بحبش الخصام، ما بحبش الزعل. أغنية سميرة سعيد دي بحبها. أنا ما بحبش الاكتئاب وما بحبش النكد، أنا محبة جدا للحياة، بحب أسعد نفسي وأسعد الآخرين اللي حواليا، بستمد سعادتي من إسعاد اللي حواليا، ما بحس إن عملت حاجة فرحت حد ببقى قمة السعادة والرضا، ببقى نايمة بالليل مبسوطة أوي. ذكاء شديد وحوار متميز. ده أنا غلبان. تتكلمي كويس أوي، بان عليك يا سمية. مش عارفة، بس هو يعني مرات ببقى ذكية ومرات بحس إني غبية جدا. يعني طب امتى حسيتي بالتانية؟ بالغباء؟ انه مرات، بصي، مرات بتبقي ذكية اما بتكوني سريعة البديهة، او انه بتشوفي قدامك اللي هيحصل لو كان كويس او وحش، فبتاخدي رد فعل فوري. الغباء انك تبقي عارفة انه ده هيبقى مش كويس وبتكملي. شخصية قوية ومتسلطة احيانا. لا، عمري ما كنت متسلطة، لا دي مش صح خالص. لا. طب قوية؟ شخصية قوية. بصي، مرات بعدي وبفوت ويتقال انه طيبة، وساعات بيقولوا ان الطيبة عبط، ساعات في بعض الناس يعني، لكن في وقت الجد ببقى شخصيتي قوية جدا، بعرف اخد قرارات صح في الوقت المناسب، لاني في النهاية عقلانية قوي. انا عقلانية قوي. بتحبي الاكل؟ جدا جدا. المفروض ما اقولش كده وانا اقول لا اصل انا باكل، ما اعرفش. لا، انا صريحة، انا بحب الناس يعرفوا عني كل حاجة. طيب. بصي، بحب الاكل جدا، بس مرات لازم افرمل نفسي عشان شغلي، ما ينفعش. مزبوط. ما هاكل كتير، اقعد في بيتنا بقى، خلصت يعني، ابقى دبدوبه، فما ينفعش. لا، لازم تاخدي بالك من كل حاجه. بس انا بحب الحلويات قوي، بحبها. دي مشكله. ما هي مشكله، بس بدات اعمل كنترول يعني مؤخرا، بدات اعود نفسي انه اعوض نفسي عن السكريات اللي في الحلويات بالفاكهه. يعني دكتورة جيم قال لي بصي، كل ما تحسي كنت اقول له دكتورة انا هتجنن، انا تيجي الساعة 6 بقى زي المدمنين، عايزة حاجة حلوة، هتجنن، لازم اكل حاجة حلوة بعد الظهر يعني. فقال لي لما تحسي انك عاوزة سكر، ما هو ده الجسم بيبقى متعود على كمية معينة من السكر، ما بيلاقيهاش، تحسي بقى انك نفسك في حاجة مسكرة يعني، فتاخدي تفاحية، تاخدي فاكهة، تعوضك السكر. فبقيت اعمل كده، لقيت اللعبة لطيفة يعني. قولي لي، شخصية رومانسية؟ جدا جدا. قوي. وسعيده ان انا رومانسيه. حلو. بتحبي رومانسيه؟ احب الرومانسيه في زمن اللا رومانسيه.
حلوه زمن اللا رومانسيه. ما فيش دلوقتي رومانسيات، بس ممكن يعني بعض الناس ممكن تلاقي ناس رومانسيين، بس بقى زمن صعب، بقت الحياه صعبه، بقت عمليه اكتر، ما بقاش في وقت قوي للعواطف. يعني فعلا ما بقاش وقت حتى ال 24 ساعه ما بيكفوش تعملي حاجه يعني اساسا. طيب نشوف الرومانسيه بعد الفاصل مع سمية الخشاب. رجعنا بعد الفاصل والنجمه الجميله سمية الخشاب. سمية، انت قلتي ان انت برج الميزان، مظبوط؟ عارفه برجك الصيني ايه؟ الحصان. مظبوط. انت هايله. واضح ان انت عندك قناعه شديده بالابراج. شويه قاريه شويه فيها او عندي فكره. طيب تيجي نشوف مع بعض كده قالوا البرجين عنك ايه. يلا. شخصيات نفسيه قويه جدا. طيب دي اهم حاجه على فكره، قوه الذات او قوه الشخصيه. اكيد اكيد، يعني ده بيأثر على حياتك وعلى خطواتك وعلى قوه شخصيتك، هي اللي بتحدد مسارك بقى بعد كده. هتعملي ايه؟ هتبقي ناجحه، هتبقي فاشله، هتبقي هتفرضي رايك في الحاجه الصح، هتعرفي تحددي اهدافك انت عايزه ايه ومش عايزه ايه. طيب ظريفه وبتكسبي كل اللي حواليكي. انا اتعلمت كنت دبلوماسيه، بس مش منافقه، يعني دبلوماسيه في حدود، بس لو في حاجه ما عجبتنيش ما بعرفش اسكت. عندك حب الحركه والاثاره. بمعنى يعني الحركه نشيطه والاثاره، بتحبي الحياه المثيره اللي فيها حركه وتغيرات دايما. بحب الحياه المثيره جدا، بتشدني. ما بحبش الحياه الرتيبه اللي هي يعني بيسموها مونوتون او ما فيهاش تجديد، ما فيهاش حاجه جديده، بس نشيطة. بصي، هو الميزان ده كفتين، مرة فوق ومرة تحت، يعني مرة نشيطة قوي ومرات كسولة وبنام بال 12 ساعة وحاجات كده. على حسب يعني. ساعات نشيطة وروح الجيم ورياضة وحركة واعمل كذا حاجة في نفس اليوم وخلص كل وراي، ومرات مفيش، كسولة ونايمة وكده يعني. لا تحبي الأوامر. بصي، ما بحبش حد يديني أوردر، طالما أنا بعمل اللي عليا ومطيعة. ما بحبش حد، بصي، ما بحبش حد يكلمني بصيغة الأمر عامة، ما بحبش ده. عنيدة وراسك ناشفة؟ ساعات، مع إنه من جوايا ببقى عارفة إني غلطانة، بس ساعات أبقى. طب قولي لي بقى، إمتى عندك خسارك حاجات؟ بصي، أول ما بحس إن أنا هخسر ببتدي أنسحب. أول ما تحسي؟ ده ذكاء شديد. ما هو لازم، ما ينفعش، ما بكملش. أول ما أحس إن في خساير ابتدي زي الجيوش كده، اخد الجيوش وارجع اتقهقر الى الخلف على طول. لف وارجع تاني. دي لف وارجع تاني. خلاص، ما عفرش بقى، ما عفرش، لا ما ينفعش. يعني الاقي الموجه عاليه خلاص اهدي. عصبيه جدا؟ لا بالعكس، عصبيه جوايا، مش عصبيه زعق واكسر وكده، لا، عصبيه من جوايا. بس دي بعمل عصبيه، اتعب، اعيا، يعني عصب ما تيجي توجعني. بس دي على فكره العصبيه الاصعب، ان انت تكتمي جواكي. اصعب طبعا، ده مش كويس. بس لو حد قال لي كلمه ضايقتني، بس دلوقتي بطلت. عارفه ليه؟ كنت الاول لو حد قال لي كلمه ضايقتني او حد تعمد يضايقني ما ردش، يعني في ساعتها ما بردش، مش متعمده ما ردش، بس انا ما مش متوقعه سوء نيه من اللي قدامي، فما باخدش، ما بعرفش في ساعتها هيبقى رد فعلي فوري، فبزعل قوي من جوايا. بس دلوقتي اتعلمت ان انا اللي ضايقني ارد عليه في ساعتها عشان ما ازعلش. اخد حقي فورا، يعني ما اسكتش. طب قولي لي، احنا خلصنا الباراسايكولوجي وخلصنا الابراج، نتكلم بقى مع سمية شوي. قولي لي، مين اصحابك المقربين او اصدقائك؟ بصي، اصدقائي المقربين من اسكندريه معظمهم، يعني من اسكندريه، ومش جوه الوسط، مش سيدات يعني ربات منزل وسيدات. عندي مهندسه ديكور، دي اقرب واحده ليا، صاحبتي قوي، و يعني مش كتير اللي من الوسط، يعني معظمهم من بره الوسط. يعني ما عندكيش اي اصدقاء من الوسط؟ في طبعا، في، بس مش علاقات يعني قويه، مش انه مش قريبين قوي. بس كل ما بدخل شغل بطلع بكسب منه صداقات، ما فيش شغل دخلته مع حد وما كسبتش منه اصدقاء يعني. طيب قولي لي بقى، الحقيقه والسرام،
ايه اللي سمية بتعتبره حقيقة وايه اللي بتعتبره سراب؟ بصي، السراب اللي هو بتبقي شايفة قدامك حاجة ولما بتقربي منها ما بتكونش ما بتطلعش زي ما انت متخيلها. بالظبط. وده اكيد مريتي بيه وكلنا مرينا بده. اكيد اكيد. وزي ما قلت لك، ما بلاقي حاجه كده سراب، ما طالما قربت وشفتها على حقيقتها واكتشفت انها سراب فببعد على طول. والحقيقه؟ الحقيقه مره. الحقيقه دايما بتبقى صعبه، مع ان الحقيقه المفروض تكون ليها معنى جميل، لان التاني سراب. اكيد اكيد في كتير حقائق في حياتنا، بس انا مش قادره بالظبط اقول لك، مش قادره ارد قوي على حته الحقيقه دي، بس انت ممكن تساعديني هتنكشيني. طب انا هقول لك حاجه، الحقيقه ممكن تكون حب، ايه رايك؟ اكيد صح طبعا. طب كلمينا شويه في جزئيه الحب. بصي، الحب ده بحر كبير قوي، بس لو ما كنتيش قده هتغرقي او هيغرقك، يعني هتغرقي بمزاجك يغرقك. فكرت الحالتين هتغرقي كده كده غرقانه. هتغرقي بالظبط. بالظبط. طبعا الحب حقيقه ما فيهاش كلام، والخير حقيقه. الخير حقيقه. قولي لي، لسه انت دلوقتي غرقانه؟ اه لسه غرقانه. طيب نروح لفاصل ونرجع مع سمية الخشاب. رجعنا بعد الفاصل والنجمه الجميله سمية الخشاب. قولي لي يا سمية، انت خريجه كليه تجاره، مظبوط؟ مظبوط. وعشتي في اسكندريه طول حياتك، وايه اللي خلاكي تدخلي بقى المجال الفني؟ ازاي دخلتي؟ دخلته بصدفه، ما كنتش متوقعه. ازاي الصدفه جت؟ ازاي الصدفه جت؟ انه انا كنت حابه اغني في الاول، وحابه كونسرفاتوار ومركزه قوي في الغنى، وجت تمثيل صدفة. يعني جاء أستاذ صفاء عامر رشحني للمسلسل اسمه الحساب، ده أول حاجة عملتها مع أستاذ صلاح السعداني. وبعدين جاء بقى مسرحية بلو، أستاذ عصام إمام. وبعد بصي، ناس كتير ساعدوني، ما أقدرش أنكر أفضلهم علي، يعني أستاذ صفاء عامر، أستاذ صلاح السعداني، أستاذ عصام إمام، أستاذ نور الشريف، أستاذ سمير عبد الحافظ، أستاذ علي عبد الخالق، مجدي أبو عميرة، جمال عبد الحميد. لا بصي، ناس كتير جدا يعني. لا طب قولي لي، والغنى بقى امتى هتنزلي ألبوم؟ مش عارفة، لما ربنا يريد يعني. هو بصي، كل ما ابتدي أقول هركز في الغنى يجي التمثيل ياخدني، يجي لي مسلسل يجنن، فيلم حلو قوي أروح سايباه وداخلة على التمثيل. فزي ما يكون في حرب بين الاتنين، بس أكيد لما ربنا يريد هيسهل لي، هروح يعني هتحصل حاجه اكيد. قولي لي بقى، زوج سمية الخشاب؟ مالكيش دعوه بزوج. احنا مالناش دعوه. احودي في حاجه تانية، احودي في حاجه تانية. احنا بنتكلم عن بيتك. اه، علاقتك بيه ايه؟ بيتي، عايزين نعرف سمية الانسان. انا بحب بيتي جدا. بصي، انا لا موريش اي حاجه، احب اقعد في البيت. يعني بيتي بالنسبه لي ده مملكه، انا بيتوتيه جدا، وبحب المطبخ جدا. يعني انا احب اقف اطبخ قوي بقى، دماغ عندي شاطره يعني. اه، تعملي كل حاجه؟ بعمل كل ست حاجه. ست بيت من الاخر. اساليني يعني. يعني لو مش عايزه تتاكدي اساليني. ملوخيه ست بيت. اه لا، بحب البيت قوي، وبحب اقعد في البيت. بحس ان مرات لما انزل بقى وتلاقي زحمه وانا راجعه اقول بجد زي ما بيقولوا، من خرج من داره تقل مقداره. لا، البيت بيتك ده نعمه كده يعني، تقعدي رايقه، تتفرجي كده على تلفزيون، تقعدي ملكه يعني. مفيش دوشه، مفيش ازعاج، مش هتنزلي في الشارع شغل ودوشه وزحمه انا بقيت بكره الدوشه والزحمه، ما اعرفش يعني. بس قولي لي، ايه بقى العلاقه الزوجيه الصحيحه؟ بصي، من وجهه نظري العلاقه الزوجيه الصحيحه هي تفاهم، هي انسانيات، هي حب يعني، حنيه اكيد، هي احترام، هي ثقه متبادله، حاجات كتير قوي. بس اساس اي علاقه في الدنيا الحب والاحترام. فعلاقه الزوجيه بتستمر لو في ثقه وحب واحترام. اكيد مفيش الثلاثه دول هتتدمر يعني. دول الاساس، دول الاساس عشان الموضوع يمشي. مش موجودين انسي ان هم يكملوا خالص. طب قولي لي رايك، ان الجواز اليومين دول بيتم عن الاسس دي؟
ما اعرفش ليه الناس ما بقتش يعني فاهمه الحكايه صح. كتير بتفشل علاقات على فكره نسبه عاليه جدا نسبه المطلقين ونسبه ما اعرفش مش يعني الفشل بقى اكتر من نجاح عشان بقى. كله بيمثل. ما هو انت لازم فتره الخطوبه دي عملوها عشان كل واحد يعرف الطرف الثاني كويس يدرسه. فكل واحد ما بيقولش انا عيوبي كذا مميزاتي كذا، لا سواء الست او الراجل بيقولوا بتقول لا انا ما بحبش خالص العصبيه، ده انا هاديه جدا، انا ست بيت شاطره قوي، انا هاديه، بتطلع المميزات بس طول الوقت. وهو هم. نفس الحكايه مظبوط. وبعد ما يتجوزوا حدفوا بعض بالطوب. فلازم تبقى في وضوح ولازم تبقى في صراحة ولازم كل واحد يحاول يصلح عيوبه. لو كل واحد رايح التاني أكيد العلاقة هتستمر. هنا بقى الأنانية، حب النفس بقى، أنه مش مهم أنا أعمل له ليه اللي هو عايزه، مهم أنا بقى مبسوطة ما يتحرق. عارفة الجو ده يعني كده يعني كده يعني. والراجل بقى هو أنا كل يوم هخرجها؟ ما خلاص بقى، ما كان أيام الخطوبة كفاية، هي هتقرفني ليه؟ أنا عندي شغل. يبتدي الست تحس ان ايام الخطوبه كانت في حلم جميل، وبعد الجواز بقت في سجن، فتبتدي يحصل رد فعل عندها مش حلو، يبتدوا يتخانقوا. من هنا بتيجي المشاكل، عدم الوضوح، ولازم الاول يبقى في وضوح. نروح لفاصل ونرجع مع سمية الخشب. رجعنا بعد الفاصل والنجمه سميه الخشاب. سميه بصي على السكرين كده، شايفه الصوره دي؟ ها، مين ده؟ مين ده سميه؟ ده واحد بيغمي يعني مش عايز يشوف الحقيقه، بيهرب. برافو والله العظيم، بتحللي صح جدا والله. مخبي يعني، هو مش حاطط ده، بس يعني كنايه عن انه شايف الحقيقه بس بيهرب، ضعيف. قولي لي بقى، انت عملتي كده مره في حياتك؟ لا، ما بحبش اعمل كده خالص، دي مش فيا بقى، ما بحبهاش، بكرهها كمان في اللي قدامي قوي. قولي لي حلم بتحلميه يا سميه وانت نايمه ما بتنسيهوش ابدا. دايما بحلم بفاكهه وخضار وعيش، ده كتير بحلم بيه. الاكل حتى في الحلم يعني؟ تصدقي في التفاصيل. لا، بحلم كتير الحلم ده، بس ده ما له ترجمه تانية يعني، خضار رزق كده يعني، كل حاجة لها أكتر من تفسير على حسب ما بتشوفيها. قولي لي بقى حلم بتحلميه وانت صاحية، أحلام يقظة. ما بحبش أحلام يقظة. ليه؟ دي أجمل حاجة في الحياة، بتدي أمل. لا مش أحلام، بيبقى في طموحات بقى، في فرق. إنه طموح يبقى عندي طموح مرات إنه أعمل حاجة وأقعد أتخيل، بس ما بحلمش بحاجة أنا مش حاسة إني هقدر أعملها. ما بسيبش نفسي. أحلامك على قدك، بتحبي تحلمي على قدك. لأنه أحلامي متواضعة، أحلامي متواضعة. ما بحبش احلم بحاجه انا حاسه انه مش هقدر احققها، فليه احلم بيها؟ لا. سميه قولي لي، رفضتي 6-7 افلام تقريبا عشان في مشاهد كتير ساخنه؟ بصي، مرات مش مشاهد ساخنه بس، مرات بيكون السيناريو مش حلو، مرات بتكون مش حاسه لاقيه نفسي في الفيلم، قصه مش واقعيه، قصه مش حاسه انها هتحقق حاجه، مش شرط انه مشاهد ساخنه. قولي لي، انت بترفضي ان انت تعملي اي مشاهد ساخنه حتى لو كانت في سياق الفيلم او السيناريو؟ في حدود يعني، انا عملت رانديفو وما كانش في حاجه تتاخد عليا او حاجه تجرح مشاعر اي حد بيتفرج على الفيلم يعني. بعمل خيانه شرعيه دلوقتي، وبرده في مشاهد ما فيهاش حاجه تضايق حد، ما فيهاش حاجه تضايقني انا، بس بشكل كويس. قولي لي يعني ايه خيانه شرعيه؟ هي مشروع. خيانه شرعيه؟ خيانه مشروع. يعني ايه؟ بصي، انا مش عايزه احرق الفيلم، بس مثلا لما مامتك تقول لاختك الكبيره خلي بالك منها وما تخليهاش الشاب اللي هي بتعرفه ده وعايزه تتخطب له، حاولي ان انت تكرهيها فيه عشان ده مش كويس ومش هيكون زوج يصلح ليها، فيتفقوا مع بعض عليكي، هما بيتفقوا لمصلحتك، فدي خيانة بس مشروعة.
مثلا، اديت لك مثلا يعني. بس دي مش خيانه يعني، الراجل ممكن يتجوز على مراته فتبقى خيانه مشروعه، خانها بس خيانه مشروعه، حقه. الزوجه الثانيه يعني، يعني حاجه كده من هذا القبيل، بس يعني نفس المعنى. طب قولي لي ايه رايك انت في موضوع الجواز الثاني او الزوجه الثانيه؟ يعني مش عارفه، انا خايفه اتكلم في الموضوع، بس بصي يعني لا، رايك الشخصي. هو الرجاله يفرحوا، ما بقول رايي لان الحاج متولي الناس زعلت مني قوي، الستات زعلت مني قوي في الحاج متولي دي، ازاي توافقي تعملي المسلسل ده؟ ليه بس ده يعني اي حاجه ربنا حللها ما بنحرمهاش احنا يعني. هو كل واحد له ظروفه، ممكن يكون واحد مش سعيد مع مراته بس عشان ولاده ما ينفعش يطلقها فبيتجوز عليها، ممكن واحد يكون حصل ما فيش وفاء بينه وبين مراته ولا حياته سعادته مع حد تاني وربنا حلله ده، فليه ما يعملوش؟ يعني انا شايفه كده، طالما مش هيأثر، بس ما حدش طبعا ما بيأثرش، يعني ما حدش بيعدل، صعب صعب يعدله، لكن لو هيعدل طبعا ليه لا. ما اقدرش اتكلم في حاجه انه ربنا حللها وانا اقول لك لا مش كويس وغلط وحرام، بس حوالي بيبقى صعب انه يعدل، صعب العدل. صعب طبعا، اكيد صعب. طيب سمية، انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده، وفعلا نورتينا. ميرسي، وبشكركم على الحلقه الجميله، وفكره البرنامج حلوه، وكل سنه وانتم طيبين. بألف صحة.